السلام عليكم لدي تلاميذ السنة الرابعة متوسط اللي ما شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. غادي نزيد لكم المراجعة الثانية للسيكونس نمبر 2. بسم الله على بركة الله نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون، درنا المراجعة الأولى السيكونس نمبر 1، دروك غادي نديرو نمبر 2، سيكونس نمبر 2. غادي باش نبداو بالدرس تاع دو سوبرلاتيف اوف superiority، يعني مقارنة بالأفضلية، يعني غادي نقارنوا هذا مع كاع الأقلام، غادي نقارنوا محمد مع كاع الأولاد، غادي نقارنوا أمينة مع كاع البنات. أوكي، هي شوالة هذه المقارنة، قالك أي مقارنة شيء أو إنسان مع مجموعة أو أشخاص. مناش يتكون من the plus adjective تانا صفة تانا plus est، هذه est. اوكي، يعني هذه نديروها اذا كانت صفه قصيره، short adjective by example tallest، هذه tallest يعني جايه غير هكا tall tall، شوف شحال صغيره، فيها واحد زوج ثلاثه اربعه، اربعه تاع حروف. شنو نديروا؟ احمد is the، نزيدوا هذه، هما يديروا لك هكا، يديروا لك هذه بين قوسين، احمد is يديروا لك بين قوسين boy in class. انت شادير ولدي ولا انت شاديري؟ ديري is the tallest est، the adjective تاعنا زيد لها est. احمد is the tallest boy in class، احمد هو الشير الولد الطويل في الكلاسة. اوكي، ومن بعد ثانيا غادي نقراو قريتو the most long adjective، إذا كانت صفة طويلة نديرو the plus most، نزيدو most ونديرو adjective، ما نزيدوش est كيما هنايا، باسكو هنايا غادي نديرو the most، the most هذيك تكون adjective كبيرة. كريمة is the most beautiful girl in our class، كريمة هي الشيرة كاع الشابة، هي الأجمل بنت في القسم. هنايا اش غادي يقولكم؟ يديرلكم beautiful، beautiful. وانت يا بنتي ولا ولدي شديري is the most، باسكو شوفوا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، شوفوا هذه شافيها، واحد زوج ثلاثة أربعة، هذه صغيرة باينة وهذه كبيرة. قلنا الصغيرة دير the tallest est، تزيدي تعطيهم لاجيكتيف تاعك ديري the وتزيدي est، وهنايا مين تكون كبيرة كاع كيما هكا شا غادي ديرو؟ غادي يديرو is the most beautiful girl، okay in our class، the most beautiful، the most beautiful. okay، هنايا عندنا irregular superlative form، عندنا الصفات الشادة اللي قاعد تتبدل، إلا تحفظوهم بليز، باسكو غادي تلقاوها بين قوسين، هادي تلقاو هادي بين قوسين، كيفاش ترجعوها؟ good، ما تروحش تقولي the goodest، the goodest، روح دي لها the وتزيد لي good ودير e s t، لا تتبدل كاع، تولي the best، the best، I'm the best، أنايا هو المخير، bad، the worst، many much تولي the most، lesser تولي the least، far تولي the farthest or the furthest، okay، old تولي the oldest or the eldest. هذا هو الدرس تاعنا باختصار، صحيح؟ كي تكون short دير لها the est والادجكتيف est، كي تكون كبيره دير the most beautiful، اوكي the most، ما تجيوش est، ماشي the most beautiful list، the most beautiful وصاي. وهادو الصفات الشاده ولادي احفظوهم، وهذا هو الدرس تاعنا. اوكي، دروك نروحو عند the past continuous tense and the past simple. قرينا الماضي المستمر وقرينا الماضي البسيط. بون، هنايا يقول لك كي تشوف وايل، وايل كاتب ياسين was getting، was getting، شوفوا كاين، ديروا في بالك was، was تمشي مع I، you، لا تمشي مع I، she، he، it، I was، she was، he was، it was. والوير هادو نستخدموهم، والوير تمشي مع يو
we و they. You were, we were, they were. اوكي هنايا شي عندنا، عندنا الفعل تاعنا جيب هادي وير ولا was بلاس الفيرب بلاس اي ان جي، صحيح تخدم دير وايل كاتب ياسين was getting، was getting more interested in school and in learning. كي كان انا يهضر لك على حاجه ايفنت طويله راهي تمشي كيما نقولوا حنايا، انا راني شاراني ندير راني شاعل الفيديو وراني نقري فيكم هذا الشوال حادث طويل، وبعد كان دروك واحد يطبطب لي مولادي حادث قصير، صحيح هذاك الحادث القصير اللي غادي يكسر لي داك الحادث الطويل، صحيح هنايا قال لك وين وايل بينما، بينما بينما كاتب ياسين was getting more interested in school and in learning. كي كان كاتب ياسين لاهي في القراية تاعه ولاهي في المدرسة تاعه، he started هنايا الماضي البسيط، الماضي البسيط he started ما قالش he was starting he started to drift away from his mother's world. بدا يبعد على العالم تاع امه، صاي كي ولا لاهي في قرايته والسكول تاعه والمدرسه بدا يبعد على العالم تاع امه، صاي يعني مور واي دائما تلقى الفعل في الباست كونتينيوز، باست كونتينيوز يعني was ولا were بلاس الفيرب تاعنا بلاس الاي ان جي. شا قلت لكم الوير ديروها في اليو وي ذي، والwas ديروها اي هي شي ات، اوكي هادو حافظوهم was I was she was he was it was where you were we were they were. اوكي اضرو حضر وكانية قال لك ناديا was doing her homework when her friend Lena found. شوفوا مروان دايما نقاو الفيرب تاعنا في الباست سيمبل، اوكي ناديا كانت تدير في الواجب تاعها المنزلي حتى صاحبتها عيطت في التليفون، اوكي شواله هنا هذا الايفنت. شوف دائما كي يكون الايفنت كيما نقولوا حنايا الحدث طويل شي قاطعه يقاطعه الحدث قصير يكون في الباست سيمبل، هذا حدث طويل راه يمشي حاجه اللي تقاطعه دائما ديروها في الباست، حبكم هذه فهموها كي يكون الحدث كبير دائما يجي حدث قصير يقطع هذا الحدث اللي قطع نديروه في الباست، بليز هادي ديروها ما نقطعوش الهضره بزاف هذا ما كان. بعد وايل دائما نلقاو الماضي المستمر يعني باست كونتينوس كونتينوس، بعد الوين دائما نلقاو الماضي البسيط. شوفوا هنايا غادي نديرو في رحبه هادي هي درايف فاست وين ذا بوليسمان ستوب هيم، كان يجري بالخوف فاست يعني كان يجري باللوطو بالخوف، كان يقود السيارة بالخوف بسرعة. وين شوفوا وين the policeman stop him، هيا قولوا لي تشوفوا انتوما مليحة هي شوالة حاجة راهي مستمرة كما انا نقري فيكم حاجة مستمرة شان ديرو هي وشي والإت نديرو was اول حاجة was هي وشي والإت نديرو was درنا was drive كتبها كيما هي driving صحيح he was driving fast when the policeman شوالا when مراجعة قلت لكم تجي الماضي بسيط when the policeman stopped حبسه stopped him صحيح please فهموها معايا شاقلكم هنايا he was driving ing when راكم شايفين وين stopped في الماضي صحيح. نتمنى كي شافه كيما نقولوا حنا كان يقود السياره بسرعه مين شافه الكسمور هذاك الشرطي المرور وحبسه stopped. اوكي why احنا عندنا why بينما we
شوانا راكي تقري اسكو حادث ولدي ولا بنتي راكي تقري اسكو حادث مستمر ولا حادث بالخف؟ حادث مستمر. صايمي ديري وي وير على هدرنا وير ولادي باسكو وي شا قلت لكم وي يو ذاي نديرو وير بليز حنبوكم فهموا سيو فهموا فهموني ولادي هنايا شنديرو وير صادين صا دين وي وير ستادين ذا بيل رين صافي هنا وفين شنديروها بيل رين بيل رين يعني الجرس رن نديرو رين اوكي رين في الماضي البسيط هذه هي كنا نقرأ بينما نحن نقرأ ولا ندرس الجرس رن رن هذه شاملة ديروها هل تقولوا the bell was ringing لا ماشي قاعد يصوني يصوني حنا كنا نقرأ طب صوني اوكي الجرس هذه هي ومن بعد رحنا للدرس تاع the present perfect tense with the time markers ever never or just رحنا عند الزمن المضارع المستمر مع ever و never و just هذا نستعمل زمن المضارع المستمر للدلالة على زمن بدأ في الماضي ولا زال يستمر حتى الساعة حتى الآن ما زال يستمر هذا هو كما نقولوا حنايا المضارع المستمر زمن المضارع المستمر the present perfect مضارع التام شو راني ندير راني دايخه تام the perfect the present perfect tense يعني هو نسيت تسمحوا لي ولادي يعني زمن المضارع التام يعني the perfect tense يعني راه هذا الحدث كان ولا زال كيما نقولوا هنايا I have lost my watch يعني انايا راني مدرة ساعتي يعني ساعتي من وين تتودرت تودرت باغ اكزومبل السيمانه اللي فاتت بصح لحد الساعه مازالها متودره صاي نقول لك راني مدرة الساعه تاعي يعني الساعه تاعي تودرت من وين بصح مازالها زالت مستمره اوكي هذه هي يتكون من هاف والهاز الهاف باش نستعملوا اي هاف يو هاف وي هاف ذي هاف وال هاز نقولوا شي هاز هي هاز ات هاز بلس باس بارتيسيبل والفير اوكي والفيرب تاعك باغ اكزومبل هنايا هاونا اي هاف بصح كنقول لك يو هاف وي هاف ذي هاف كنقول لك شي هاز لاست شي هاز لاست هير واتش اوكي كيما نقولوا هنايا نستعمل ايفا دروك نروحوا عند الايفا ميسا نستعملوا الايفا نستعملوا هذه سؤال احديهم كي السؤال نستعملوا ايفا انفعل شيئا في حالته باغ اكزومبل هاف يو ايفا دائما نبدو بالهاف هاف يو ايفا بين ان انجلاند هل تواجدت يوما في انجلترا ولا كش نهار رحت ولا ما راك في انجلترا زعما رحت لانجلترا وما هذه هي هاف يو ايفا هاف ولا هاز بلس سبجكت بلس ايفا اوكي هذه هي نديروها للسؤال دائما ايفا هاف يو ايفا يعني اسكو هذيك الحاجه درتها في حياتك ولا جامي نستعمل جاس هي كما نقولوا الدلاله على حدث تم وقوعه من مده قصيره يعني جاس يعني للتو هداوين كما نقولوا I have just started reading this book راني عاده كي بديت نقرا هذا الكتاب مازالني نقرا فيه بصح راني عاده كي بديت نقرا يعني مده قصيره من اللي بديت اوكي ونيفر نديروها كي حاجه ابدا جامي لن ندير ديك الحاجه كي نقولوا I've never thought that my best friend can cheat in the English test قالك جامي لا كنت نتوقع باللي صاحبي يتريشي كيما نقولوا حنايا يغش في الامتحان تاع ولا في الفرض تاع الانجليزيه هذا هو never يعني ابدا والجاست نديروها في كسمو حاجة هداوين كيما نقولوا مدة قصيرة I have just started reading this book والأفا نستعملوها السؤال دائما نقولوا has she ever been ولا have you ever been كيما نقولكم has تمشي مع she والهي والات والهاف تمشي مع I, you, we, they okay وبعد رحنا شفنا phrasal
واه phrasal verbs يعني أشبه الجمل الفعلية. كما نقولوا حنايا phrasal verbs have two parts، عندها زوج تاع الأجزاء، a main verb okay a main verb و an adverb، وعندها الأدverb يعني فعل رئيسي زائد ظرف. بون هذا الإكزامبل for phrasal verbs I know: sit down sit down يعني اجلس، stand up قف، هادو هما اللي فيهم زوج، sit down اقعد، stand up اوقف، get up افطن ولا استيقظ. keep writing Rosemary never give up your dream. شا قلت لها هذيك في البيا، قلت لها keep writing Rosemary، قعدي مازالك قعدي تكتبي، never give up، give up لا تستسلم، هي give up give up. اوكي شوفوا هادو phrasal verb فيهم زوج تاع الجزئين. your dream ما تستسلميش للاحلام تاعك. sit down هي اجلس، stand up هي اوقف، get up استيقظ، give up استسلم، put on يلبس، keep down استمر، take off ينطفئ ولا ينزع، go off يتوقف عن الشغل. هادو هما كيما هكا اللي نجمو نديرو هادو الفرازل verbs، هادو هما اللي قريناهم. ومن بعد ولادي رحنا شفنا expressing similarities and the differences with like and like and whereas، رحنا شفنا كيفاش نعبروا عن أوجه التشابه والاختلاف مع الأشخاص أو بينهم. نستعمل حروف الجر، هادو like and like whereas يسموهم the prepositions يعني حروف الجر. like هي تشبه ولا مثل ولا كأن ولا ك، هي التشبيه. like تشبه واحد، اوكي انا لو كونترير تاع ان لايك عكس هذه تعبر عن التشبيه like، وهذه تعبر عن عدم التشابه ولا العكس. كيما نقولوا هنايا مثل like my friend Sara my dream job is to be a flight attendant. قال لك كيما صاحبتي ساره اللي كسموا الحلم الوظيفي تاعي باش نكون اوتيس دو لير. اوكي هنايا لايك مثل، كنقول لك ان لايك انا عكس، يعني انا عكس صاحبتي ساره. اوكي بصح اللي قلت لك لايك يعني انا مثل صديقتي ساره، اللي باين ولي اوتيس دو لير كيما هي. اي وونت تو بي ا فلايت اتندنت لايك ماي فريند ساره. تنجمي ديريها في الوسط هنايا وتنجمي ديريها في البدايه. اوكي هنايا وهنايا للتعبير عن الاختلاف، اختلاف يعني ماشي كيف كيف. نستعمل ان لايك يعني على عكس، في المقابل يعني وراز في المقابل للمقارنه. اوكي هنايا ان لايك ميني ويلثي تشيلدرن، اوكي هو ليف ان فيلاس دوي ليفز ان اسلام، عكس كيما نقولوا حنايا الاطفال اللي يعيشوا في الرفاهيه، الاطفال الاغنياء والثيه الاغنياء اللي يعيشوا في فيلا، دوي يعيش في حي فقير. اوكي هذه هي. هنايا عندنا كاتب ياسين's mother walked barefoot whereas يعني بعكس his French school teacher walked with a high held shoes. قال لك كاتب ياسين ام تاع كاتب ياسين تمشي حفيانه، بينما ولا كيما نقولوا حنا بعكس، وبينما هيز فرنش سكول تيتشر تتمشى بال كيما نقولوا حنايا بالطالون صاي. هذه هي الكسمو تاعنا. قال لك ان لايك واللايك استطيع ان ابدا بها الجمله، ان لايك واللايك سهله، او انا ضعهما في الوسط الجمله، تقدر تديهم في البدايه ولا ديرهم في الوسط، ولا وير از دائما نستخدمها في الوسط الجمله صحيح.
هاور از اللي نديروها في الوسط، هذه قادرين نبداو بهم الكلمه كي ان لايك اون لايك، بصح وير از ما نجموش نبداو بهم الكلمه. بينما هيز فرنش سكول تيتشر وركت وذ هاي هيل شوز، اوكي ما نجموش نديروها في البدايه. نروحو شفنا في رحبه ثاني فورمينغ ادجكتيف اوبوزيت يوزينغ بريفكس. نروحو نديرو لي ادجكتيف، فهمنا باللي كي نبغوا نديروا الاوبوزيت يعني العكس الكلمه نزيدوا ديس ولا ان ولا ان ولا ام ولا ال ولا ار. اوكي كيما هنايا اللي كاين يشكل تضاد او عكس نستخدم البريفكس، باش نستخدموا العكس تاع حاجه نستخدموا البريفكس. كيما اونست يعني شريف ولا صادق، ديز اونست زدنا ديز، ديز اونست، اونست ديز اونست يعني غير صادق غير شريف. اوكي هنايا نزيدو البريفكس ام، هذه ام الى الصفات التي تبدا بالبي ولا الان، هادو حفظوهم كيما بولايت ولي ان بولايت، ان بولايت زدنا الام كي تبدا البي، شوفوا رانا مشينين فين بي، نزيدو اي ان. اوكي وهنايا نزيدو بريفكس ال الى الصفات اللي تبدا بالال كيما هنايا لوجيك، لوجيكال، لوجيكال، اي لوجيكال، مادام تبدا بالال زدنا اي ال، اي لوجيكال. اوكي وهنايا نزيدو البريفكس اير، هادو لي ما يتبدلوش كاع في الصفات اللي تبدا بالار، اللي تبدا بالار نزيدو اي ار كيما ريسبونسيبل، شوفو تبدا بالار، اي ريسبونسيبل، اي ريسبونسيبل. اوكي ومن بعد رحنا قرينا الفول اندلس، هادو تاني نديروهم في الادجكتيف في الصفات، نستخدموا لبعض الاسماء او افعال لكي تصبح صفات. فول معناها مليء، اي عندما نضيفها للاسم تصبح صفه ايجابيه، كاين اللي تصبح معظمها تصبح ايجابيه، كاين قليل وين تصبح سلبيه، كيما نقولوا هنايا كير يعني يهتم، كي نزيدوا لها فول يولي كيرفول يولي مهتم ولا حذر، كير فول، يوز يعني يستعمل، نزيدوا لها فول تولي يوزفول يعني له فائده، نقول لك This pen is useful. ما تقيسيش يعني خليه راه مازال نستعمله. Useful يعني مفيد. اوكي less معناها بدون، اي عندما نضيفها للاسم تصبح صفه سلبيه، كثريه تصبح صفه سلبيه، كيما care يعني يهتم، كي نديرو less تولي careless غير مهتم، use زائد less تولي useless ليس له فائده. هذا زعما كي تشوفه منا كاع ابيض ونقيسات تقول لي ماما على قصتها، نقول استاذ على قصتي، نقول لك this pen is useless، is useless ماشي مهم للاستعمال نقيسوه صاي is useless. I form adjective using suffixes full endless. Beauty هادو حفظوهم هادو عقلوا عليهم، beauty تولي beautiful جميل، care نجمو نديروها careful ولا careless حذر، careless غير حذر. هنايا help يساعد نجمو نديرو helpful مساعد، helpless غير مساعد، pain pain الألم، مؤلم painful مؤلم، painless غير مؤلم. ها شوفوا كيف هنايا هذه مليحة سدنا لها less تولي غير مؤلم تولي إيجابية، غاية هذه تولي سلبية، شوفوا painful. قوة power، powerful يعني قوي، powerless يعني ضعيف، ضار harm، harmful شوفوا مضر بزاف، شوفوا هذيك ولات سلبيه خاطش قال لكم harmful مضر ولا مؤذي، harmless غير ضار، success نجاح، successful ناجح بصح ما كانش successless attention كان successful، الامل hope، hope متفائل، hopeless يائس، والpeace سلم، peaceful يعني مسالم، peaceless غير مسالم. ونعرفوا تاني هوملس، هوملس اللي متشرد اللي ما عندهش المأوى، هادو هما ولادي. وبهذا ولادي نكونوا قد انهينا هاد المراجعه الثانيه للسيكونس نمبر 2 تاع مي ماي بيرسوناليتي اند لايف اكسبيرينسز. نتمنى ولادي الى عجبكم الفيديو وفهمتوه ديروا لي لايك، ترو لي لايكات، ويلا كما نقولوا حنايا ماكمش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس،
وربي يحفظكم، سدد الله خطاكم، ربي ينجحكم ولادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.